فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأن نشد الزنانير على أوساطنا. من عادة النصارى شد الزنار، وهو حزام يشد على وسطه للعبادة، هذا إذا كان للعبادة، إنما يشدونه في الكنائس وقت صلواتهم، فالمسلم ما يتشبه بهم عند الصلاة ويشد على وسطه. أما أن يشد المسلم على وسطه حبلا أو حزاما وقت العمل، وقت العمل لأنه يحتاج إلى هذا أو للسلاح، فلا بأس بذلك، إنما إذا كان يفعل هذا من باب التعبد كما يفعله النصارى عند كنائسهم وصلواتهم. وكذلك لا يكون الشد الذي يشده المسلم على صفة الزنار وهو الحبل العريض، وإنما يشد حبلا غير عريض.